وقبل الدخول في مناقشة هذا الموضوع المهم اللي هو الاستثمار وعلاقته بالبطالة وبالتشغيل، هذا الموضوع ديال التشغيل الذي هو في الواقع مشكل تستأثر به جميع العائلات المغربية، لأن ما كاين حتى شي عائلة في بلادنا لا ما عندهاش واحد ولا جوج ديال الأطفال ديالها يعانون من هذا المشكل. ولكن هذا المشكل كذلك يستأثر باهتمامكم السيد رئيس الحكومة، والدليل على ذلك هو حضوركم الآن اليوم أمام النواب للمناقشة، وهذا دليل قاطع على ذلك. قلت قبل أن أدخل في صلب الموضوع أريد في البداية أن أهنئ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك عيد الأضحى، وأريد كذلك أن أهنئ المغاربة، جميع المغاربة، وكنتمناو كلنا على أن المغاربة بالرغم من الإكراهات اللي كنعرفوهم لا حكومة ولا برلمان، أن جو المغاربة كيعانيوا الآن فيما يخص هذا الموضوع، ونتمنى باش يعيدوا إن شاء الله كما دائما المغاربة كيعيدوا، أن هذا كيتسمى عيد الكبير عند المغاربة، ونتمنى إن شاء الله أن يمر هذا العيد كما مرت الأعياد السابقة. كذلك لابد أن نتمين عاليا ضخ 14 مليار ديال الدرهم في الميزانية ديال هاد السنة، وهذا 14 مليار ديال الدرهم هي مدى لتنفيذ الوعود التي قدمتها الحكومة ولا التي كانت إطار المناقشات التي كانت في الحوار الاجتماعي، لأن هذه الحكومة عندما تلتزم فهي تفي بعهودها، وهذا دليل على ذلك. السيد رئيس الحكومة، نهنئكم على الثورة التي أحدثتها هذه الحكومة في المجال الاجتماعي، ما غنذكروش ما نرجعوش لهم، التغطية الصحية الإجبارية، الدعم الاجتماعي المباشر، دعم السكن، الحوار الاجتماعي، هذو كلهم مشاريع اللي هي كبيرة اللي نجحتوا فيها، اللي خضت فيها تحت قيادة جلالة الملك باش تكون هذه الثورة الاجتماعية اللي الهدف ديالها هو بناء الدولة الاجتماعية اللي غادية فيها. لكن لكي نكون موضوعيين في نقاشنا وتحليل الموضوع وتحليلنا لموضوع التشغيل، لان التشغيل عنده علاقه، التشغيل هو اللي كيتقال ذاك الاله خدامين فيه الناس، التشغيل عنده علاقه بالاستثمار، ولكن بالاعتبار لابد عندما نريد ان نتكلم عن التشغيل لابد ان ناخذ بعين الاعتبار السياقات التي جاءت في هذه الحكومه، ونذكر على ان هناك سياقات صعبه جاءت في هذه الحكومه في 2021، لابد ان نذكر لعل الانسان ما خصناش نساو على ان 2020 كانت هناك كوفيد، كان ما بعد كوفيد، كانت الحرب الأوكرانية، كان واحد العدد ديال الإشكاليات التي ضربت في المقتل الاقتصاد العالمي، وبلادنا جزء من هذا الاقتصاد وتأثر بهذا الاقتصاد، هذه فجت هذه الحكومة، هذا الشيء اللي بين نذكروا على التشغيل ونذكروا على نسبة النمو ونذكروا على نسبة البطالة، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار هذا السياق اللي هو سياق خطير وخطير جدا. لكن كذلك سوف هنا غادي نكتفيو بجوج مؤشرات اللي الحكومه عندما تم تنصيبها في 2021، غادي ناخذ جوج مؤشرات اساسيين. المؤشر الاول هو المتعلق بالمديونيه، الحكومه ملي دخلات لقات 72.1% ديال المديونيه، ولقات كذلك العجز فيه 7%، ولقات كذلك تراجع كبير جدا فيما يخص التصنيف اللي صنفونا تصنيفات المؤسسات الماليه على الصعيد الدولي، ان الصنيف اللي كان عندنا نزل في 2021. اذا هذه الاشكاليات اللي كاينين الحكومه ما كاين عندها الا ان تواجه هذا الموضوع. الهدف الاول للحكومه، اش هو الهدف الاول للحكومه؟ هو وقف هذا المنح الخطير جدا فيما يخص الماليه العموميه، لان الماليه العموميه كتزاد، لان كتزاد الاستدانات، استدانات هذا اللي كيقولوا استدانات الحكومه، استدانات هذه الحكومه لم تستدين، لقات 72.1% وحملت لمراجعه هذا الموضوع لوقف هذا المد في اتجاه تجيه ناس عبد الله قولها 72، خليتوا 72.1% هذا احصاءات، هذو احصاءات ديال المؤسسات، ديال المؤسسات اللي انتم كتضربوا فيها المصدر، المصدر عرفتي المصدر عبد الله، قلق عرفتي المصدر، المصدر 72%. سي عبد الله، سي عبد الله، سي عبد الله ما تخش، شوف السي لا غير تجينا وعاود بغيتي نديروا مقابله انا وياك في التلفزيون غدا ندير، لا سمحتي السي غدا نمشيو للتلفزيون نتقروا انا وياك في هذا الموضوع سيد الرئيس. اذا فهناك 7% ديال العجز اللي لقى، ولقى 72.1%، وهذا دليل على ان الحكومه ان الماليه العموميه غادي يضربها الحيط، وبالتالي كان العام
الامل ديال الحكومه هو ان توقف هذا المنح الخطير للماليه العموميه. هذا الموضوع اللي خد الحكومه كذلك. وكان ذلك علاش ان الان العجز ولا في 4% ثلاثه النقاط اللي نزلوا كل نقطه نزلت راه 11.5 مليار درهم. الحكومه ما كتمشيش ما مشات شيء المسائل اللي هي سهله. اذا خافض العجز وكتعرفوا السي عبد الله العجز العلاقه العجز مع العلاقه العجز مع الاستدانه كتعرفوا هذه العلاقه. وبالتالي هذا العمل الاول قد الحكومه حفاظا على التوازنات الماليه وحفاظا على سمعه المغرب فيما يخص التوازنات ديال الماليه ديال العموميه. كذلك نسبه البطاله كنتكلموا على 13.7. هذا هو الكلام اللي كيروج بزاف 13.7%. واش نقولوا كثيره ولا قليله؟ نعم هذه نسبه كبيره جدا، ولكن لابد لا يمكن ناخذها في اطارها الضيق في مكانها وذا دقيقه بوحدك. يجب ان ناخذ هذه النسبه في الاطار العام. ننتمي الى المنى، منطقه المنى، منطقه المنى فيها 26% كمعدل ديال البطاله في منطقه المنى. كاين اللي عنده 24 كاين اللي عنده 20، حنا عندنا 13.7%. ولكن هاد 13.7% اللي كتهضروا عليها ما جاش غير اليوم، لان قبل كوفيد كنا كنطرحوا بين 9 10 11 12، ولكن السياسات التي مورست هي التي ادت الى هذا الموضوع ديال هذا التضخم. كذلك عندما تقول الحكومه على ان هاد 13.7% فيما يخص هذه المديونيه ناتجه اساسا لعب فيها دور كبير الموضوع ديال الجفاف. وكاينين بعض الناس كيقولوا لا الجفاف راه كان في المغرب وما كانش ابدا. هادو مغالطات، لان الجفاف الذي عرفه المغرب هذه السنه 3 سنوات لم يعرفه ابدا. علاش؟ لان كنا احنا من المناطق اللي فيها البراجات، وكتعرفوا كاملين على انه ما عمرو وصل حقينه السدود ما وصلت اليه هذه السنه. وصلنا البراج اللي بوم 2% 15% 10%، وبالتالي كانت اشكاليه كبيره جدا التي اثرت على الفلاحه، وبالتالي اثرت على عدد كبير 260 الف او 270 الف ديال الناس اللي كانوا خدامين ما بقاوش خدامين. اثر على هذه النسبه اللي هي كبيره جدا، وكنعرفوا على ان 45% ديال المواطنين المغاربه يخدموا في الفلاحه. بعض المحللين كيقول الجفاف كان، الجفاف ما كانش بهذه الطريقة أبدا فيما يخص نسبة المال. وكذلك العمل اللي قامت به الحكومة، وكنا نتذكر لابد أن نتذكر على أن الحكومة قامت بواحد المجهود كبير جدا. كنعقلوا الاجتماعات اللي كديرهم السيد رئيس الحكومة والاجتماعات اللي كيديروا في الولاة والعمال فيما يخص إشكاليات ديال الماء. ما بقيتش كنشوف الماء ديال الشرب، ما بقيتش كنشوف الماء ديال الفلاحة، أننا ننظروا الماء الشرب، حيث أن مدن كبيرة الدار البيضاء الرباط أسفي مراكش كانت مهددة بالعطش، ولكن العمل اللي قامت به الحكومة أدى إلى أننا تفادينا هذه المشاكل. هذا الجفاف اللي وصلنا ليه ماشي الجفاف اللي كتقولوا عليه. كذلك الحكومة السؤال اللي غنطرحه، واش الحكومة قاعده ما دارت والو فيما يخص هذا الاستثمار ولا فيها 13.7؟ الحكومه قالت دارت ثلاثه هذه المحاور الاساسيه. المحور الاول هو استعاده التوازنات الماليه، وتم استعاده التوازنات الماليه لعلاش حتى دوك التصنيفات اللي كانوا نزلوا طلعوا، حتى التصنيف الا ما كانش عندك التصنيف مزيان فالثقه ديال المؤسسات العموميه الائتمانيه ما كتثقش فيك، اذا ما غادي يكون عندك استثمار خارجي، ما غاديش يكون عندك جاب الاستثمار. كذلك المحور الثاني، كذلك المحور فيه المحور الاول استعادة التوازنات المالية. المحور الثاني الإطار التشريعي للاستثمار. دارت خدمات الحكومة على وضع إطار تشريعي للاستثمار، وجابت المصادقة على القانون القانون المثبت ميثاق الاستثمار، القانون المتعلق بالمراكز الجهوية، مناخ الأعمال، إصلاح المؤسسات العمومية إلى آخره إلى آخره. سجلت الاستثمارات الأجنبية مباشرة تحسنا ملحوظا هذه السنة، تحسنت هذه السنة ب 17%. علاش تحسنت هذه السنة؟ لماذا؟ لأن هذوك استعادة التوازنات المالية وثقة المؤسسات وثقة المستثمر في بلادنا على أن المالية ديالنا ما يضربها شحيط، وبالتالي اصبحت هذا التكاثر وجلب عدد من الاستثمارات اللي غادي يكون ان شاء الله اكثر باكثر. كذلك ما غاديش نذكر داك الشيء اللي قال السيد رئيس الحكومه فيما يخص غير الاجتماع اللي كان دار تأسو اللي فيه سبعه اللي فيه ملايين في المؤسسه ديال لي باتري، واحد العدد ديال الاجتماعات فيما يخص واحد العدد ديال الاتفاقيات التي سوف تؤدي الى ماذا؟ الى رفع الاستثمار، وتؤدي كذلك الى خلق فرص الشغل. وما غاديش نبدلوا مغالطات المواطنين عندما تكون هناك سياسه راه
راه ماشي كنديروا اليوم قانون وغدا غادي يكون الاستثمار وغدا غادي يكون الشغل. فاليقين على ان المحل اللي خدمته الحكومه والعمل اللي كدير فيه الحكومه سوف يؤدي حتما الى اننا في اخر في 26 اذا كانت الحكومه قالت على انها مليون سوف تتجاوز هذاك المليون ناطي ماشي غير مليون داك الشيء غتمص هذاك المناصب الشغل اللي مشات وغتزيد مناصب اخرى. كذلك المحور الرابع تعامل الحكومه مع ملف الجفاف. كاين بعض الناس كيقولوا الحكومه لم تتعامل مع الجفاف كهو كمعطى كبير جدا كمعطى هيكلي. الحكومه تعاملت اول حكومه تعاملت مع الجفاف هذا الموضوع والدليل على ذلك هو الترانسفير الماء والترقالك عدد كبير جدا من لي ستاسيون دي سالمون اللي كاينين في الاطلسي وكاينين في المحيط الاطلسي وكاينين اذا 21 ولا 15 المؤسسات ديال التحليه اللي خدامين الان الهدف ديالهم هو الماء الشرب وكذلك الماء الموجه للفلاحه في افق باش يمكن من دابا 2026 نوصلوا الى 100,000 هكتار مسقيه من الماء ديال البحر باش من فلاحتنا ما تبقاش معلقه بالشتاء باش العدد ديال الخدامه اللي خدام الفلاحه ما ينزلش الا كانت الشتاء ولا ما تكون الشتاء. هذا هو المخطط ديال الحكومه وهذا العمل الحكومه فيما يخص هذا الموضوع. كذلك المحور الخامس هو دعم استهلاك الحكومه خصها دعم استهلاك باش دور تروج الحركه الاقتصاديه. دعم استهلاك دارت فيه الحكومه اساسا باش دار مخرجات الحوار الاجتماعي اللي فيه امكانيات. شكرا سيد رئيس. شكرا